نعم. حديث البخاري اللهم تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي سقيمنا الفريد من ربنا. أيضا بعض العلماء الصوفية استدلوا بجواز التمسح بال هذا ما وضوح بطلان هذا الاستدلال، لأن التمسح المذكور في هذا الحديث كما ترون دائرته ضيقة جدا، وفي مناسبة الاستشفاء بالريق وبالدعاء وبالتراب البسيط الذي يتعلق بالإبهام أو بالإصبع، فأين هذا من التمسح بقبور الأموات وعدم قراءة ذكر وارد عن الرسول عليه السلام؟ وأنا أقول وقد قلت قريبا، لو كان هناك حديث عام وهذا حديث خاص وله قيوده كما تسمع ونسمع، لو كان هناك حديث عام وطبق على صورة خاصة ولم يطبق بالصورة العامة لا يجوز لنا أن نطبقه في الصورة العامة، لأن الذي تحدث بالحديث والذين تلقوا الحديث عن الرسول عليه السلام مباشرة لم يطبقوه بالصورة التي تدخل في النص العام. وضربت على ذلك مثلا أذكره الآن ليتضح المراد من هذا الكلام، فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين إلى آخر الحديث. فلو صلى جماعة سنة القبلية قبل الظهر جماعة واحتج بهذا الحديث كان مردودا عليه احتجاجه. لماذا؟ لأن الذي قال هذا الحديث والذين سمعوا هذا الحديث من فم الرسول عليه السلام غضا طريا لم يطبقوه بهذا المعنى العام، حيث أدخلوا فيه الجماعة في السنن الرواتب. فهمت علي؟ فكيف يستدل بحديث خاص على موضوع عام ونحن نرد الاستدلال بالحديث العام على موضوع خاص لم يجر العمل عليه في العهد الأول؟ وهذا من الفقه الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعضوا عليه بالنواجذ، لأنه يفتح لهم بابا من العلم قد لا يتنبه له كبار العلماء، خاصة إذا كانوا من أهل الجمود والتقليد.